أسعد الله صباحكم. اليوم هو يوم الخميس 21 من أغسطس 2014. نحن الآن في صدد التجهيزات النهائية لإعداد شحنة والتي ستغادر غدا إلى دبي دولة الإمارات العربية. خمس محطات معالجة المياه الجوفية المالحة أو المياه الأجاج. سعة كل محطة من هذه المحطات 1500 جالون في اليوم أو جالون أمريكي في اليوم. تشمل المحطة جميع المعايير والمقاييس لمراقبة هذه المحطة بما فيها عدادات قياس الضغط، عدادات قياس المياه، المحابس ولوحة التحكم والتي تلخص جودة المياه وحرارة المياه المنتجة. كما نرى تشمل المحطة الفلتر 5 مايكرون ومضخة الضغط العالي والميمبرينز صناعة شركة هيدرونالكس الأمريكية. كما ذكرنا هذه المحطة ستغادر غدا إلى دولة الإمارات العربية. شكراً.